وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أوضح سعادة النائب يوسف زينل عضو مجلس النواب عضو لجنة الأخوة البحرينية المصرية أن زيارة الوفد البرلماني المصري للمملكة تأتي تأكيدا لما تشهده العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تجمع بين برلمانيي البلدين الشقيقين. تأتي زيارة الوفد البرلماني المصري في إطار وضع تطورات أكثر تقدما حقيقة بشأن مسار العمل البرلماني المشترك بين البلدين الشقيقين، والانفتاح على آفاق أرحب من التعاون وتبادل الخبرات، خاصة أن مصر ما شاء الله تسخر بهذه الخبرات، وخبرة البرلمانية عريقة جدا. وتوحيد وكذلك توحيد الجهود والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز التنسيق في إطار الدبلوماسية البرلمانية. بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم سباق العشرين لهذا الموسم، وأقيم السباق الذي اشتمل على 8 أشواط على كؤوس بنك البحرين والكويت وكأس شركة غاز البحرين بنغاز وكأس الشركة الأيرلندية لتسويق خيول السباق، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق عدد من أصحاب سمو وممثلو الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة الفروسية وسباق الخيل. وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قام الدكتور عبد الرحمن سيف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت بتقديم كأس الشوط الثالث إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة، وكأس الشوط السادس إلى سمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان آل خليفة، وكأس الشوط الأول إلى المضمر الفائز يوسف طاهر، فيما قدم الدكتور عادل سالم المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد ببنك البحرين والكويت كأس الشوط الرابع إلى المضمر الفائز حارب المالكي، فيما قدم السيد أحمد سيادية الرئيس التنفيذي لشركة كريدي ماكس كأس الشوط الخامس إلى المالك الفائز عبد الله فوزي ناس، فيما قام السيد جالرز أونييل الرئيس التنفيذي للشركة الأيرلندية لتسويق الخيول بتقديم كأس الشوط السابع إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة، فيما قام الدكتور أحمد الكعبي المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بشركة بنغاز بتقديم كأس الشوط الثامن إلى سمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان آل خليفة.